اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. اما بالليل فالجو هيكون معتدل رطبه على كل الانحاء، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الاحساس بارتفاع درجه الحراره ونسبه الرطوبه. لتفاصيل اكتر بينضم الينا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. بدايه عايزين حضرتك تطمنينا على طقس اليوم. احنا اليوم طبعا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، درجه الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. اغلب الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فطبعا فيها ارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي بيزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحراره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 34 درجه مئويه، مع ارتفاع نسب الرطوبه في الجو بتوصل الاحساس بيها او درجه الحراره المحسوسه ل 36 و37 درجه مئويه. الاجواء خلال فترات النهار فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي بنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره. الاجواء بتكون اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد. شديده الحراره خلال فترات النهار على المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده زي ما بنقول خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس، وخاصه كمان مع وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، بيختلف طبعا من منطقه لمنطقه، لكن هو بيكون في اغلب مناطق الجمهوريه اليوم، ده بيساعد اكتر على الاحساس بنسب رطوبه اقل خلال فترات المساء، وبالتالي بنحس معه باعتدال في الاجواء خلال فترات المساء، والاجواء معتدله تماما خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه. بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ونقدر نقول ان هم مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. يعني ضغط نشاط الرياح الموجود على البحرين مش هيأثر على حركه الملاحه او اي حاجه؟ لا، هو نشاط الرياح الحمد لله مش هيأثر. ارتفاع الامواج هيوصل على البحر المتوسط ل 1.5 متر، فان شاء الله ما فيش اي تاثير، وكمان كده ارتفاع الامواج قل عن الايام الماضيه، فنقدر نستمتع باخر يوم في الاجازه على البحر المتوسط. حتى كمان البحر الاحمر ارتفاع الامواج بيوصل فيه ل 2.5 متر، وده برضو مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. احنا طبعا متوقعين من غدا يكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره، تبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا بحوالي من درجتين لاربع درجات، لان غدا متوقع العظمى على القاهره تكون 35 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع الثلاث والاربع هتوصل ل 37 درجه مئويه، يعني هنتحول من الاجواء اللي احنا كنا بنعيشها خلال الايام الماضيه من اجواء الحاره الرطبه الى اجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار. عشان كده مهم جدا نذكر الساده المواطنين تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. التعرض المباشر لاشعه الشمس بيزود احساسنا طبعا بارتفاع درجات الحراره، لا قدر الله بيصيبنا بضربات الشمس والاجهاد الحراري، فدايما لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الوقت ده، دايما يبقى معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. بالاضافه نستمر في تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل ونزازه الميه تبقى موجوده معايا على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. بالاضافه كمان احافظ بقدر الامكان ان انا ابقى موجود في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، وان شاء الله السلامه للجميع. ان شاء الله يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 34 والصغرى بتسجل 24، الاسكندريه العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى بتسجل 22، سيوه العظمى 35 والصغرى بتسجل 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، دمياط العظمى 30 والصغرى 24، الاسماعيليه العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها 31 والصغرى بتسجل 24، سانت كاترين العظمى 32 والصغرى بتسجل 18، شرم الشيخ
طابة العظمى 33 والصغرى 24، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، الغردقة العظمى 37 والصغرى 27، الفيوم العظمى 34 والصغرى بتسجل 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى 25، المنيا العظمى كمان 35 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 24، سوهاج العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 37 والصغرى بتسجل 26، الأقصر العظمى 38 والصغرى 27، أسوان العظمى 39 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى بتسجل 26، شلاتين العظمى 37 والصغرى بتسجل 27، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشازلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا لمو.